السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد هاني، مدير الفني مطابع فكرة، مدرب بريبيس، وطبعا مؤسس جروب حزب المصممين على الفيسبوك. أنا متعود كل أسبوع بعمل استبيان أو استفتاء على الجروب، بنشوف أكتر حاجة عايزين نتكلم عنها وحاجة نسجلها. فلقيت أكتر حاجة النهاردة تسجل طلبينها الناس إن هي إن إحنا الشغل المونتاج، خاصة مونتاج المجلات، الفرخ ونص فرخ وربع فرخ. فاحنا نوضح الاول ازاي نعمل مونتاج يدوي، وبعدين نوضح المونتاج على البرامج اللي هو المونتاج الالكتروني. بسم الله. بالنسبة لأي مونتاج عندي لازم يكون عندي ضمي، لان انا باخد الفرخ وابتدي اطويه واشوف هيطلع معايا مونتاجه شكله ايه. فانا بمسك الفرخ بتاعي ده بشكل الطي بتاعي، ازاي اعمل الطية بشكل مظبوط وما يحصلش فيها اي غلط. انا بمسك الفرخ بتاعي من الجزء اليسار تحت، بثبت صبعي، اعتبر ان الورا الاي فور اللي انا ماسكها دلوقتي اللي انا هعمل عليها المونتاج دي فرخ 70%، فانا همسك من تحت اليسار وثبت صبعي ما حركوش خالص. ابتدي اطوي نص، يعني الفرخ كده بقى 50-70، وبرضو صبعي مشلتهوش. بعدين بطويه بقى كده ربع، ونفس الفكرة الصبع محركتهوش. بعدين التمن. ليه قلنا فرخ نص ربع تمن؟ ان انا عندي الورق الاي فور بتيجي 8 ابس، لما تيجي صفحتين بتبقى الترقيم بتاعها من 1 لـ16، يبقى ملزمتي 16 صفحة بعملها على فرخ سواء 64-90 او 70% حسب مقاسها بالظبط. لو المقاس الاي فور العادي بتاعي ستاندرد 21×29.7، فانا هنا ممكن استعمل ورق 64×90. انا لما اجي اعمل الفولدنج بتاعي ببتدي احدد الملزمة بتاعتي، بقول ان هي سيجنتشر 1 مثلا، وهي تبدأ من 1، يبقى سيجنتشر 1 فرونت، واحط الترقيم بتاعي يبدا من 1. يبقى انا همسك الورقه ارقمها كلها 1-2 لحد ما اوصل لـ16. وعشان اتاكد المونتاج بتاعي مظبوط 100% ما فيهوش غلط، بتاكد الاول تاني ان انا منتج مظبوط، وبعد كده اشوف الفتحات بتاعتي. بلاقي عندي اول فتحتين مقفولين، تاني مفتوحين، التانيه والتالته والرابعه مفتوحين. اول اتنين مقفولين والتالته والرابعه مفتوحين. ده بالنسبه للمونتاج بتاعي 70%. لو انا عايز امنتج 50-70، هقص نص الفرخ، برضو همسك صبعي من اليسار تحت وثبته ما حركوش، اطوي الفرخ بتاعي عادي، هيبقى الترقيم بتاعي ان كان فرخ من 1-16، نص فرخ هيبقى من 1-8. لو انا عندي ربع فرخ او انا حب على مكنة ربع فرخ، بيكون عبارة عن 4 صفحات بس، يبقى الفرخ 16، النص 8، الربع 4 صفحات. طيب انا لما يجي عندي مونتاج، عندي مونتاج احنا اتفقنا المونتاج اللي هو الفرخ 16 صفحة، يبقى انا لو عندي 32 صفحة بقسم 32 على 2 يديني 32 على 16 يديني 2 ملزمتين. يبقى الاول ملزمة من 1-16، تاني ملزمة من 17-32، وهكذا كل ملزمة بزودها بتبقى 16 صفحة. لو انا عندي مثلا نص ملزمة او حاجة work and turn، بعملها على 50-70، 8 صفحات، يعني مثلا قلنا 16 زائد 16 = 32 زائد 8
يديني 40، يبقى انا ممكن اعمل ملزمتين، واحده 16 وواحده 16 وواحده 8 على 50 70. بعدين بمسك الملف بتاعي ابتدي اوزع الارقام اللي انا عملتها على الضمي، بعملها على الشيب بتاعي 70%. طيب بالنسبه للشيب بتاعي 70% لازم اعمل حسابي ان انا عندي اول حاجه اللي فوق الجريبر، الجريبر اللي هو البنسة اللي هيمسك منها الفرخ بتاعي، يبقى انا عندي 1.2 ده الجريبر بتاعي مينيمم سايز 1.2، وابتدي اوزع الشيت الورق بتاعي حسب الضمي اللي انا كنت عامله بنفس الشكل بنفس الارقام، بحط 1 16 4 13 حسب الملزمة بتاعتي. لازم اراعي ان الجزء الاول ادي سنتر مارك بتاعي، يبقى عندي جزء رقم 1 لازم يساوي الجزء رقم 2 اللي هو السنتر، يساوي الجزء رقم 3، يساوي الجزء رقم 4. يبقى انا عندي مهم جدا السيمترية في المونتاج، 1 هنا 0 1 1 0 1 كلهم متساويين. انا بشوف الجريبر بتاعي كام 1.2، ممكن الاقي عندي المسافة بين الورق ادتني 2 سنتي مثلا، يبقى احط المسافة هنا رقم 1 تساوي مسافة رقم 2 تساوي مسافة رقم 3. ده مهم جدا وانا بعمل المونتاج بتاعي عشان يطلع الفايل مونتاج مظبوط. ببتدي احط الترقيم بتاعي من 1 ل 16، وادي الظهر بتاعه حسب الضمي اللي انا كنت عامله. نيجي نطبق دلوقتي، ادي مونتاج عندي جاهز. ادي الصفحات بتاعتي انا حطيتها بنفس المونتاج اللي كان عندي هنا، نفس الارقام اللي انا استعملتها. ببتدي اعمل بليس على الستريتور مثلا، ممكن الستريتور ممكن انزاين ممكن كوارك ممكن اي برنامج اعمل عليه مونتاج طالما ما عنديش برنامج اوتوماتيك مونتاج. فابتدي احط المونتاج بتاعي بالارقام اللي انا كنت محددها عندي، بعمل كروب مارك بتاعي على الصفحات بتاعتي. ادي الورق مراعي فوق 1.2 جريبر، المسافة 1 تساوي المسافة 2 تساوي المسافة 3 تساوي مسافة 4، وبالنسبة للعرض مسافة 1 بتساوي مسافة 2 بتساوي مسافة 3 بتساوي مسافة 4، وبين كل صفحتين بيكون 0 لان ما في لازم يكونوا لهم لازقين في بعض. مهم عندي في كل صفحة مونتاج او كل ملزمة بحدد فيها رقم اسم الجيب اوردر والملزمة ديت رقم كام. احنا قلنا ملزمة رقم 1 بتبتدي من 1 ل 16، ملزمة 2 من 17 ل 32، وهكذا نقعد نكرر 6 اشارات في الضمي بتاعنا ونقعد نمنتج ونعمل ريبليس لصفحة صفحة. يبقى انا عندي الملزمة دي ده الفرونت، وادي الالوان بتاعتي ده هتطلع سيان ماجنتا يلو بلاك، لو في اي سبيشال كلر بحطه عندي موجود هنا. دايما تلاحظوا ان كل منتجاتي بحب اعمل لها اخفاء بحيث يكون الفايل سريع جدا ما يبقاش تقيل معايا. انا قلت شو اون بيظهر معايا المنتج بتاعي، بيفرق معايا جدا في السيف وفي الوقت وفي المساحه، لكن ما بيأثرش على الجوده ولا في اي حاجه. مجرد ان انا بسيف بخفي الشغل كله، بعمل سيلكت على اللي انا عايزه بقول له هايد فبيختفي، بسيف الملف ما بياخدش ثواني، بعكس ان يكون هو الفايل كل الصفحات موجودة عندي وعملت سيف بياخد وقت طويل جدا في المونتاج في السيف. برضو ادي اللي حسب الضمي بتاعي ده الظهر،
ابتديت اعمل المونتاج بتاعي وحدد بس هنا ان دوت سيجنتشر 1 بس ده الباك بتاعي. طيب انا الكتاب بتاعي دوت كان عدد صفحاته كتير شويه، كان عامل عندي 240 صفحة، يعني 16 ملزمة بالشكل ده. يبقى عندي 16 ملزمة في 32 مونتاجة بالشكل دوت، يعني 15 ملزمة. طيب دلوقتي انا عايز اعمل غلاف بتاعي بتاع نفس الشغلانة ديت، ازاي بحسب الشغل بتاعي؟ انا عندي كان شغلي A4 ده شكل المونتاج بتاعي، برضو نفس الفكرة بعمل الورقة 70% بتاعتي العادية خالص، لازم فوق مينيمم 1.2 والمسافات واحدة. طيب انا لازم اراعي ادي اخر القص بتاعي اهو، يبقى انا عندي الجزء دوت بليد زيادات عشان القص. طيب انا عملت 21 29 7، وده الكعب بتاعي. الكعب بتاعي ازاي احسبه او ازاي ان انا اطلع المونتاج بتاعي الكعب مظبوط 100% في الغلاف بتاعي؟ انا لازم اشوف الكتاب بتاعي كام صفحة. انا عندي 240 صفحة، الورق هيتطبع 100 جرام، او الاوردر هو الراجل العميل الدولي ان انا عايز اطبع على ورق 100 جرام، فانا بشوف عدد الصفحات مضروب في الجرامات واقسمه على 2 يديني الكعب بتاعي. يبقى انا عندي 21 29 7 ده صفحة الفرونت، وعندي ال 1.2 او 12 ملي ده اللي هو الكعب بتاعي، وعندي 21 29 7 دوت ظهر الغلاف، وعندي نص سنتي بليد في كل جنب. يبقى انا تاني عشان احسب الكعب بتاعي عدد الصفحات مضروب في الجرامات مقسوم على 2 بيديني الكعب بتاعي، وده ببساطة اللي هو المونتاج للمجلات او الكتب، نفس الطريقة ونفس الحاجة. طيب ده احنا قلنا ده المونتاج اليدوي. انا عندي حاجة اللي هو المونتاج الالكتروني، نفس المونتاج اللي انا عامله، مجرد ان انا بستعمل برنامج زي برينتك او كوداك بريس او اللي هو كوداك بريبس، او عندي في انفوكس اي او 2، كل برامج مونتاج مجرد ان انا ادخل لها رقم اول ملزمه بتمنتج لي الكتاب كله. ده شكل البرنامج نفسه، برامج اللي هي الاوتوماتيك، بس هي غاليه شويه، اقل برنامج اعتقد ب 25,000، لكن يكون مهم جدا، ومفروض بيكون عند اغلب المطابع الكبيره عندها برامج امبوزيشن. ده برنامج مثلا اللي هو البرنتك من شركه هايدلبرغ. انا مجرد ان انا ادخل ارقام المونتاج بتاعي اوتوماتيك هيعمل لي الشغل بتاعي كله متمنتج وجاهز. بحدد البايندنج بتاعي كام سيجنتشر، مقاسه كام في كام، والمسافات اللي بينهم عايزها قد ايه، عايز الشغل طولي ولا عرضي، الجابر بتاعي قد ايه. موضوع بسيط ما فيهوش حاجه، ويبقى سهل جدا في المونتاج، وطبعا بيوفر وقت كبير جدا، نسبة الخطأ معدومة، ما فيهوش أي مشاكل. شايفين نفس الفكرة، بأن مجرد أن أنا أدخل أقول له منتج لي 27 قصاد 28 1 قصاد 2، هنا واضح جدا أنه هيبقى على مكنة 50-70، وهنا واضح أنه هيبقى على مكنة 70%، 1 2 3 4 5 6 7 8، واضح شغل بسيط وأسرع 100 مرة من إحنا نشغل المنتج بتاعنا يدوي. ده برنامج اللي هو البرينتك من هايدلبرغ. في عندي برنامج تاني لا يقل كفاءة عن هايدلبرغ برضو، اللي هو كوداك بريبس. ده برنامج اللي هو كوداك بريبس امبوزيشن، دوت برنامج مونتاج قوي جدا، وبرضو نسبة الخطأ فيه 0، ومش شرط ان احنا نعمله مجلات، ممكن امنتج اي حاجة، فلاير، فولدر، كروت، ليبلز، اي حاجة بمنتجها عن طريق البرنامج ده. وبرضو عندي برنامج مهم جدا عندي تبع الانفوكس. الانفوكس على العموم
انفوكس بيت ستوب ده اقوى برنامج ممكن تعمل بيه بير فلايت او تعمل تشيك على البي دي اف بتاعك وتراجع الاخطاء بتاعتك كله منه. مهم جدا يكون عند كل واحد فينالايزر او شغال في البريبريس. يعني من الناس اللي عمري ما بستعمل الانفوكس لان دايما بستعمله في تصليح الاخطاء في عمل كريت اوتلاين جوه البي دي اف لو عايز اعدل اي حاجه جوه البي دي اف بغير الوان حاجات كتير جدا. الاي ان بي اوتو ده برنامج المونتاج الخاص بالانفوكس نفس الفكره بتحدد له المسافات البينيه قد ايه وعندك تكرار قد ايه مسافه الشيت قد ايه البريب بتاعك قد ايه وتبتدي تديله المعلومات بتاعتك فيوزع لك المونتاج او يوزع لك المطبوع على الشيت بحرفيه وبسرعه سريعه جدا ما فيش اي خطا في المونتاج. الخطأ انك انت تدخل مدخلاتك غلط هي دي المشكلة. لازم كنت عندك ضمي خارجي كاتب فيه كل حاجة عايز تعملها ومجرد انك انت تدخل ارقامك مظبوطة يطلع لك المونتاج مظبوط ودايركت تبعته على المكنة سواء سي تي بي او سي تي اف بس. وده ببساطة اللي هو المونتاج بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا تعرفين ان بعمل كورسات للبريبريس لو اي حد محتاجها او عايز ياخدها موجودة على موقع تهورلد info@tahworld موجود على الايميل عندي موجود على الفيسبوك ممكن اي حد يبعت لي وانا تحت امركم. واي حد لي سؤال او اي شيء يبعت لي على الفيسبوك مسج او على الواتساب انا تحت امركم في اي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.